دلوقتي ما عرفناش السبب ايه، هل هو دوت ليه دعوة بالجينات او يعني، بس اغلب الاتجاهات بتقول ان هو في جين معين، نمرة معينة، هو ده لو موجودة النمرة ديت هي اللي بتصيب الاعوجاج. والكلام كله دلوقتي ان احنا ما نعالجوش، احنا نقدر نستكشفه بدري بالجينات ديت، ونقدر يعني ان شاء الله في المستقبل هيبقى في مثلا حباية تتاخد للبنت او الولد عشان ما يجيلهمش، او لو جالهم عشان يقفوا عند حد معين. مبتدأ.com